بيك بنتي، رانا راه الموت فيا، انا راني روحي غدا تخرج. كي غادي ندير عباد الله؟ كي غادي ندير انا كي غادي ندير عباد الله؟ كي ندير واش لو حوايج ولا كي ندير عباد الله؟ هكاك وهكاك عباد الله هكاك. ادله كامله. والسيد كيصيفط لي الفلوس. سيد عاون السلطه بشحال السلامه غيتخلص في ظرف 5 شهور؟ لقينا عندها 4 المنيل. كاين حتى واحد الرساله قلتي نهار اللي غبرت صيفطات لك واحد الرساله وماشي الخط ديالها، شنو فيها؟ قالت لي انا غادا لصويره، ومن تما طفى التليفون. صافي من تما ما بقاش التليفون خدام. مجينا لصويره ما بقى الديور كندقوا عليهم ونوريهم التصاور من الدار البيضاء وانا جاي جديده، ما خليت حتى مدينه. انا بين اختي انا ميته ولا حيه يوريها ليا باي طريقه كانت. انا بيت اختي حيه ولا ميته؟ راه خرج عليا هذا السيد ودمرني انا في حياتي. انا راه ولادي ما بقيتش كنشوفهم، راه من نهار خرجت وانا كنجري في المدون كنقلب كي الحمق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في مدينه اسفي في الموضوع لعدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالو، موضوع سامحه المختفيه. مشاهدينا الكرام، لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع، تناولنا القصه في الاول مع الاب ومع الاخ ديالها سامحه اللي اختفت على الانظار الآن حوالي شهر وعشرة أيام. مشاهدينا الكرام، آخر الفيديو اللي وضعنا هو الأستاذة زين بخيار محامية بهيئة الدار البيضاء دخلت على الخط. مشاهدينا الكرام، أستاذ زين بخيار مع الفريق ديالها اللي بطبيعة الحال أستاذة ليلى مستشارة القانونية غنية على التعريف، حاولوا ما أمكن يبحثوا بدقة في الملف وكذلك الأدلة اللي كانوا كيتوفروا عليها. مشاهدينا الكرام، ليلى والاستاذه زينب بحثوا بدقه في الملف واكتشفوا امور اخرى، حقائق تنشر لاول مره في الموضوع. في الاول قلت نتواجد في مدينه اسفي على جد مقربه من محكمه استئناف. تبعوا معايا الجديد والقصه بدقه والامور الصادمه اللي في الموضوع. ليلى، استاذه زينب خيار محامي بهيئة الدار البيضاء، القرار النقابه كتكون معنا كملاحظه. انت خديتي الكلي، شفتي الصور، شفتي الاوديوات، استمعتي، لقيتي امور صادمه. عتعاودي معايا القصه سامحه اللي كلشي تيقلب عليها الان من الاول، تفضلي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتتبعين الكرام. اولا كنرحب الاستاذه زينب بخيار اللي متواجده معنا اليوم على مقربه من محكمه الاستئناف باسفي، اللي جينا درنا فيها واحد الاجراء مهم بخصوص هذا الملف هذا. فيما يخص هذا الملف، تبعت بحال جميع المتتبعين لهذا الملف هذا، لكن من بعد ما تقربنا احنا في واحد الدراسه ليه، لان عند هذا الملف هذا عنده واحد الابعاد كثيره، عنده عدة أطراف، عنده مشكل خطير بزاف واللي هو دابا كنعانيو منه واللي كيعاني منه تقريبا بزاف ديال الناس، اللي هما الاختطاف والاختفاء والاحتجاز، واللي ولينا كنسمعوا هاد القضايا كثيرة. حنا تألمنا ملي سمعنا الأب كيغوت وكيقول واك واك عباد الله وما قدش يوصل الصوت ديالو، فحنا كنقولوا لهم هذا المنبر حنا الصوت ديالك اللي غادي نوصلوه لك الأعلى سلطة في البلاد، وأنه أكيد أنه اليوم في يد آمنة اللي هي السيد الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي. ففعلا هذه القضية هذه بدات من انطلاقا من واحد الشابة اللي هضروا عليها في لي ميديا مع الأهل ديالها وطلبوا أنها يلقاوها وداروا البحث لفائدة العائلة عن مختفية اللي هي واحد الفتاة كانت كتعيش نواحي الصويرة، لكن انتقلوا الأهل للدار البيضاء وبداو كتشتغل في واحد المخبزة. ملي بدات كتشتغل في واحد المخبزة فإذا به واحد النهار ما جاتش، ما عاودتش ترجع. خبرات واحد الزميل ديال هذا العمل قالت لي انا غادي نمشي نخرج من المخبزه وغننتقل للصيد في واحد المكان مع الزوج ديالي، في حين انه هي ماشي متزوجه. فهذاك هذا كيتطرح واحد السؤال ديال كيفاش كتقول واحد الزوج ديالها وهي مزوجاش وغادي تمشي للصيد؟ شنو علاقتها مع الصيد؟ شنو علاقتها مع البندقيه؟ شنو علاقتها مع هذا المشكل هذا كامل؟ اذا حنا وجهنا التوجه ديالنا ديال انه غيكون البحث ان شاء الله
على كل نقطه نقطه. فانطلاقا من السفر ديالها لواحد المنطقه اللي حددتها واللي قالت بان غدا ليها غادي يتم البحث عبر جميع التقنيات والعلم والساتيليت، عبر المواقع ديال التواصل ديال الهواتف النقاله، بحال الملف ديال تامي بناني. فحنايا غادي نمشيو دائما التوجه ديال خاص الواحد تمركز فين كان، مع من تواصل، شكون اللي عيط لي، لان دابا هذا هو العلم والتي يحل لنا الخيوط ديال اي واحد بغيتي تعرفوا فين كاين فين مشى. فالسيده الاخ ديالها توصل بواحد الرساله قصيره اللي فيها بانني انا مشيت لواحد المنطقه. ف مني شاف هذاك الرسالة القصيرة قال هذه ماشي ديال اختي، عرف بأنه ما يمكنش يكون هذا النوع ديال الرسالة، لأن هي ربما كانت عندها واحد النوع كيعرفوه كتواصل معاهم، وهذا كيجرى في بزاف ديال الدول، تيعرفوا بأن مثلا دار أخطاء أو لا إملائية أو لا أخطاء في التعبير، أو لا كيقول لك هذا راه ماشي رسالة ديال اختي، أنا عارف اختي كيفاش تكتب ليا، إذن هذه غتكون إما مكرهة أو لا تحت ضغط أو لا شي حاجة، خصوصا أن هذا الاختفاء ديالها دابا استمر لشهر و10 أيام، وأنه ما كاينش شي خبر عليها. غادي يبداو مثلا يديروا لنا هذاك المشكل ديال الشابه ما الشابه، فاذا به كيتوصلوا بواحد الخبر عاوتاني للاهل ديالها، راه حنا شفناها في هذه البلاصه هذه، ويمكن يكونوا اخترعوا ديك الفيديو، يمكن يكونوا صوروها هي النيت، يمكن يكونوا داروا شابه ديالها باش يبداو يموهوا على اساس الحياه او الموت. حنا ما عندناش مشكل في اننا نحددوا، لان المحكمه هي اللي غتحدد هل هذه الفتاه هي ميته ام حيه، مقتوله ام انتهت الحياه ديالها. فهذا الامر هذا كيرجع للسيد الوكيل العام للملك، لان هذه عصابه يعني عصابه منظمه اشتغلت على هذا الملف هذا، اللي داها في السياره، اللي وصلها لواحد المكان، اللي بعث رسائل قصيره، اللي كان كيعطي الاموال عبر وفاكاش. كل واحد غادي يظهر الدور ديالو في هذا الملف هذا باش الحق يبان ديال هذه السيده هذه، وباش ما يبقاش دائما حنا البنات ديالنا والابناء ديالنا كيختفيوا بواحد الطريقه غريبه، وحنايا كنسالوا كيفاش غادي يذوبوا، راه ما يمكنش، لابد واحد عنده شي اخبار، لابد واحد وصل، لابد كاين قلب رحيم، لابد كاين قلب كريم، كاين لابد ان شي واحد غادي يلطف بهذاك الشخص هذا ويقول له صافي راه حنا لقيت البنت ديالك. فاذا به غادي تبدا الابحاث ان شاء الله باش اي واحد كان له يد في هذا المشكل هذا الا وغادي يتعاقب وغينال الجزاء ديالو. نعم، إذا كان ممكن أستاذة ملي حطيتوا الان الشكايه واستقبلكم السيد الوكيل العام وشرحتوا الواقعه، تعطيني غير التكييف اللي درتو في الشكايه بناء على السرد ديال الوقائع كامله، شنو كاين في هذه الشكايه؟ اعطيني غير التكييف. نعم، حنايا اولا كنشكروا السيد الوكيل العام لدى محكمه اسفل السيناف باسفي انه استقبلنا وانه دقق معنا في الشكايه اللي حطينا، وشاف المرفقات وشاف كل شيء اللي حطيناه، وكنشكروه بزاف من هذا المنبر هذا، لانه اكيد غادي يحيلها لنا على واحد الجهه المختصه اللي عندها جميع الوسائل التقنيه والعلميه باش والابحاث باش انها توصل للحقيقه. حنا ملي قلتي لي التكييف، حنا ماشي حنا اللي كنديروا التكييف، التكييف كيديروا السيد وكيل الملك دابا مني الاقتراح. انا كنتكلم على الاقتراح اللي كتقدموا نتوما في الشكايه اللي قدمت الاستاذه زين. نعم، حنا اللي كنقدموا في الشكايه اننا كنمشيو جميع العناصر اللي كاينه قدامنا، اللي هي باينه، اللي هي منها تكوين عصابه اجراميه، الاختطاف، الاغتصاب، الاحتجاز، الاحتمال ديال القتل، لان ما عندنا حتى شي دليل، يعني الاستمرار في الاحتجاز ديال هذا الشخص الى ان يظهر تعذيب ربما، لان حنايا عندنا بعض يعني المساجات اللي ما يمكنش يكونوا جاو على طريق واحد سوي، ربما انهم يكونوا عطاهم شي مخدر، ربما استدراج بواحد الطريقه يعني اللي فيها الجرم. اذا حنايا سطرنا المسائل الجرميه اللي يمكن يمشي يتابع من اجلها هادو الاشخاص اللي هما كونوا عصابه اجراميه، واللي ان شاء الله غادي تبان الخيوط في البحث الابحاث العلميه الجنائيه ديال. انا من بعد ملي ناقشت معكم الموضوع استاذه، وانتم ملي بحثتوا في الادله في الموضوع اكتشفتوا امور غتنشر لي اول مره. اولا انه العلاقه اللي عندها بالشيخ وهي قاصرة عندها 14 سنة وقام بافتداد بكرتها وأمور أخرى سنين طوال، ثم أسماء أخرى دخلت في الملف اللي داها، وكذلك الشخص اللي كيموه بأنه راه كاينه في واحد المنطقة وهو تيقول يمكن تقدر تكون، وهو على جد مقربة وصديق لذاك الشيخ، يعني تعرف السر. والأكثر من ذلك في الأخير الحوالات البنكية والوثيقة الأخيرة اللي فيها 5000 درهم أرسلها لها الشيخ قبل قبل بربع ايام من الاختفاء. هذه نقاط قويه تميل الى العلاقه ديالها
بهذا الشيخ، والاكيد في الاخير انه ذاك العامل البسيط اللي معاه في المخبزه كيصرح لها تيقول لها قالت لي انا غدا عند راجلي تتعطف بيا كراجله وخيمه مزوجاش به وغدا ما في القنص. هاد النقط وبالاخص هذه الاغتصاب استاذه اللي لقيتو، كيفاش لقيتوها؟ عن طريق اوديوات؟ عن طريق اش؟ اولا كنشكرك يوسف على هذا التدقيق بزاف، لكن انا غادي نقول بان الملف ديال قاصر كيبقى دائما قاصر، والمراه كتبقى قاصر ولو انها توصل ل 100 عام، لانه الا وقع لها واحد الجرم وهي في السن ديالها وهي قاصر كتبقى امام السيد الوكيل العام قاصر، فبالتالي هي اللي عندها المركز قوه. ما يمكنناش نقولوا انه يتبين انها لها علاقه بالسيد فلان فلاني او فلان فلاني، لا، واخا كتبان فعلا هذيك العلاقه كاينه فحنا في القانون دائما تبقى قاصر امام القانون المغربي، وعندها الحمايه كامله وعندها الحق ترفع الشكايات ديالها في اي وقت. فاذا حنا الاب ديالها اللي كيتحمل انه يرفع هذه الشكايه كيعتبرها قاصر والقانون كيعتبرها قاصر. نعم أستاذ شكرا لك. لا مازال واحد النقطة اللي جبتي لي واللي هي جد مهمة اللي دابا غادي تثير الرأي العام، اللي هي السلاح. دابا حنا ولينا أمام الأسلحة النارية، ولينا أمام رخص ديال الأسلحة، ولينا أمام اختفاء ديال البندقية، لذلك فحنا كنوجهوا النداء ديالنا للسلطات الحسم ثم الحسم في هذه المسائل بحال هكا، لأن هذا الشيء كيشكل خطر على المجتمع. أستاذة شكرا لك، وكنتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم. أستاذة شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نتنوى الرأي العام أكثر في الموضوع، مجموعة من نقط جديدة في الموضوع كتعلق بالاختفاء ديال سميح. كما نقول دائما، ما يهمنا هو نشر الخبر بصدق وأمانة، كما لا نوجه الاتهام لأي أحد، ولكن الحق اللي كنوروا به الرأي العام، وكذلك الدور ديال السيد الوكيل العام مشكور اللي استقبل الأساتذة واخد الملف محمل الجد من اجل كشف الحقيقه في الموضوع. الامور التي تتعلق بحقائق جديده هو مجموعه من الادله اللي توفرت عليهم الاستاذه بطبيعه الحال، شفتوا مع الاستاذه كذلك ليلى، تتعلق بالعلاقه ديالها بهذا الطرف اللي تبين انه مشات لنفس المنطقه اللي هي نواحي مدينه الصويره، ثم الشخص اللي عنده علاقه الطرف اللي هو موضوع النقاش قريب ليه، اللي تكلم على الاخ ديالها وقال ليه بانه يمكن هي هذه اللي وضع ليه في واحد الفيديو، وهو على علم بهذا السيده لانه يعلم جيدا العلاقه ديالها بهذا الشيخ. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد في القضيه، كما يبقى لنا الحق للبحث عن اين هي سميحه. مشاهدينا الكرام، ملف سميحه يميل شيئا ما القصة التامي 2007، هذا الاختفاء الغريب ديال سامحة اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، غادرات المنزل، خلات مبلغ مالي في الحساب البنكي ديالها، مشات بلا كارت ناسيونال، في لحظة من اللحظات تم إغلاق الهاتف ولا نعلم أين هي سامحة. مشاهدينا الكرام، مجموعة من نقط وأدلة من صور وأوديوات فيها نقاش بينها وبين الطرف موضوع النقاش، تحالت المؤسسات المختصة من أجل البحث، ولنا الثقة في السيد الوكيل العام وكذلك المصلحة المختصة في الضابطة القضائية لتحلل الملف من أجل البحث نزيه والاستماع والبحث بدقة لكل من له صلة بهذا الملف، والهدف الأسمى في الأخير هو انتصار العدالة والبحث عن سامحة، هل هي ميتة أم حية؟ مشاهدينا الكرام، مرحبا أستاذة، أنت الأولى. كلمة أخيرة بحال اللي كنقول ديما، الدواء يجيبوها لأن هي كتعتبر قاصر أيضا. شكرا. مشاهدينا الكرام، ملف فيه التشويق، فيه الغرابة، وقبل ما تختفي سامحة خلات أدلة توحي المكان اللي غتمشي ليه، وهذا هو جوهر الموضوع. نوجه النداء مرة أخرى للضابطة القضائية، الرأي العام متتبع لهذه القضية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الروح الوطنية بيننا، وكذلك دور المسؤولين اتخاذ المتعين ما أمكن، كما لنا من الإمكانيات في المؤسسات ديال الضابطة القضائية للحد ولفك لغز هذه الواقعة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف سامحة وسوف نوافيكم دائما بالجديد، كما نبحث بدقة في حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.